وهلا ختاما بين ايدي هي الورقه يلي كتبت عليها شو صار ب 2022 من ازمات، بستذكر منهم ازمات البنزين والمازوت وازمات الغلاء وازمات الذهب وازمات انقطاع الادويه وانقطاع حليب الاطفال. هي الورقه هلا انا بدي شقها واطلب من الله سبحانه وتعالى انه سنه 2023 تكون صفحه بيضاء علينا جميعا وتكون سنه خير على كل المواطنين السوريين. شكرا كثير لكل مشاهدي من كل مكان، نلتقى ان شاء الله باول اسبوع من 2023.